محسن، ماذا لديك؟ شكرا أمين، شكرا فريدة، تحية متجددة لكل السيدات والسادة اللي يتابعوا شبكة قنوات التلفزيون الجزائري الشباب، اللي مطلوب منه أنه يتوجه إلى صناديق الاقتراع، حاضر بقوة من خلال بلاتوهات التلفزيون الجزائري بين الفن والرياضة والأدب، حاضرين الشباب مثل الشباب الجزائري أحسن تمثيل معنا، شاب جزائري من مدينة تيزي وزو يعشق ويهوى الكتابة والأدب خاصة فيما يتعلق بتاريخ الجزائر. أنيس بن طيب، مرة واحدة أخرى مرحبا بك معنا على الهواء مباشرة. شكرا لك محسن، مرة أخرى تحية طيبة لك وكل أوفياء ومشاهدي قنوات التلفزيون الجزائري. ثلمي تطس في نوفجا ونسلم إن شاء الله، نسعدي الوقت لها إن شاء الله. احنا رحبوا بك، وأكيد الحديث سيكون شيق ما دام أنت تهوى الكتابة والأدب بشكل خاص في التاريخ الجزائري. أول كتاب لأنيس بن طيب، مقتطفات من تاريخ بلاد الأمازيغ، نشوفوا على الشاشة. واللي عجبتني أكثر، لأني كنت نتصفح منذ قليل هذا الكتاب، الحكمة اللي كتبتها أنيس، وهي الوطن الذي لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه. نعم، مبدئيا الوطن الذي لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه، هي فكرة من بين الأفكار اللي آمنا بها من خلال نحن كشباب الجزائر، هو أنه دائما التاريخ هو المرجعية، والجزائر يعني خصوصا عندنا تاريخ مشرق وعندنا تاريخ كبير وعندنا تاريخ اللي نفتخر به ونرفع رؤوس أمام كل الأجناس العالم وكل بلدان العالم عفوا نقول. فكتابتي في التاريخ كانت انطلاقتي في مسيرة الأدب والكتابة، لأنه يعني فقط مؤمن أني كتابة التاريخ ليست حيتان على الكتاب ولا على المؤرخين الكبار، فهي مسؤولية الجميع. أنتم كإعلاميين عندكم دور كبير في كتابة التاريخ والتدوين عبر الروبورتاجات، وأنا كشاب جزائري يعني أخذت يعني بهذا الفكرة وبهذا المبدأ وبهذا الحب الكبير لوطني هو الجزائر، وعندنا وطن واحد ما عندناش لا ثاني ولا ثالث. حاولت يعني نقدم ملخص عام لتاريخ الجزائر بدءا من الأصل الأمازيغ، مرورا من مختلف الاحتلالات التي عرفتها الجزائر إلى غاية 62 حيث توقفت، وإن شاء الله لما لا ندير ان شاء الله كتاب ثاني من 62 الى الالفينيه يعني 2017 ان شاء الله. اكيد نستناو هذا الجديد. هل تؤمن انيس انه لما يكتب الشاب الرساله توصل اكثر لشاب، يعني شاب يعرف يخاطب بالشاب؟ نعم بطبع الحال، لانه نحن كشباب يعني نعيش في واحد المجتمع، نحمل نفس العقليات نفس الذهنيات، نتقاسم نفس الطموحات ونفس الامال، نعيش في ربما نواجه نفس الصعوبات نفس العراقيل، اذا كل هذا اللي يخلينا انه نحن كشباب خطابنا ولا تواصلنا يكون اسهل يعني، ويكون يعني عنده ايجابيه وعنده انتاج اكثر. فلهذا اني منذ الكتاب الاول يعني رحت الكتب الثاني والثالث والرابع في مسيرتي، وانه دائما حاولت انه نكتب مقالات لنتحدث مع الشباب ونوصل صوت الشباب. اكيد، وراح نحطه على جديدك. نعم. الحياة وتستمر الحياة، ونستمر مع مشاهدينا عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري حضور أنيس، وكاين العديد من الشباب يكونوا حاضرين معنا، كذلك الفنانات والفنانين دائما حاضرين.